السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ درسنا النهاردة هيكون الجبرا لسن نمبر 9. في لسن نمبر 9 هنتكلم على the inverse function. في اللسن ده هنتكلم عن 3 points. condition بتاع inverse function. point inverse function، ازاي اقدر اجيب inverse function. number 3 ايه properties بتاعة inverse function. اوكي يلا بينا. اوكي شباب، درسنا النهارده زي ما احنا شايفين كده اللي هو inverse function. يعني ايه كلمه inverse function؟ قبل في الدرس ده هنتكلم بالظبط عن 3 points. الفيرست الكونديشن بتاعها، السكند ازاي اقدر اجيب f negative 1، نمبر 3 البروبرتيز بتاعها كان شكله عامل ازاي. اول بوينت موجود عندنا النهارده الكونديشن بتاع f negative 1، و f negative 1 الكونديشن بتاعها لازم أن تكون 1 to 1. تمام كده؟ يعني فكرني يعني ايه 1 to 1؟ قال لي 1 to 1 جرافيكالي كنت بعمل ستريت لاين بارل للاكس اكسس عشان يقطع الكيرف بتاعي او اللاين اللي موجود عندي اونلي وانس. طب جرافيكالي كنت مره بعمل سبستيشن بالاي ومره بالبي، ولازم في الاخر خالص اي ايكوالز بي باي اود باور. طيب لو هيبقى عندك مشكله في ال 1 to 1 ارجع للليسون بتاعها وراجعه تاني. طيب في الجزء بتاع انفيرس فانكشن، قال لي انفيرس فانكشن اول حاجه السيمبلز بتاعها اف نيجاتيف 1. تمام؟ يعني انا كان عندي فانكشن كان اسمها اف، تمام؟ عشان تبقى اروح اجيب لها f نيجاتيف 1 يبقى دي كانت الانفرس فانكشن. اول كونديشن بالنسبه لي او الكونديشن بتاعها عشان تبقى f اقدر اجيب f نيجاتيف 1 لازم تكون 1 to 1. طيب في نمبر 2 ايه اللي هيحصل؟ قال لي في نمبر 2 قول لي هجيب f نيجاتيف 1 ازاي؟ قال لي ما انا اوريدي انا كنت عارف ان انت لما بتديني فانكشن بتقول لي f x equals وتديني هنا رول، تمام كده؟ والرول ده اكيد هيبقى في مين؟ في x. كل انا هبتدي اعمله انا عارف ان الاف اكس دي كان اسمها واي، وهنا كان الرول اللي فيه اكس زي ما انت بتقول لي. قال لي انا هبدل بس، يعني اخلي الواي هي اكس والاكس هي واي. مش فاهم حاجه. يعني انا دلوقتي في اول اكسرسايز كان موجود عندي بيقول لي كده في اكسرسايز نمبر 1 بيقول لي اف اكس كانت ايكوالز 8 اكس باور 3 ماينس 1، تمام كده؟ وانت بتقول لي انا عايز اف نيجاتيف 1. طيب عشان اجيب لك اف نيجاتيف 1 هجيبها ازاي؟ قال لي انت هتخلي الواي اكس والاكس واي. انا طبعا عارف ان الاف اكس دي كلها كانت هي الواي ايكوالز ادي 8 اكس باور 3 ماينس 1. كل اللي انا اقدر اعمله دلوقتي شيل الواي وخليها الاكس ايكوالز ادي 8، شيل الاكس وخليها واي اول باور 3 ماينس 1. لو بصينا في الشيت كده كان بيقول لي to find the inverse function replace the two variables then find y in terms of x. يعني بعد ما عملتش ريبليس للفاريبلز اللي موجوده عندي انا عايز اجيب الواي in terms of x. خلاص اتاكدني بالظبط ابتدي احل الايكويشن واقول له نيجاتيف 1 هو دي الناحيه الثانيه هتبقى x بلس 1 كان ايكوالز 8 y باور 3. نكمل في السايد الثاني بقت 8 y باور 3 ايكوالز x بلس 1 ديفايد 8 وكل ده ديفايد 8 يبقى الواي باور 3 ايكوالز x بلس 1 اوفر 8. لا ده انا عايز اجيب الواي بس. قال له خلاص يبقى اروح احط هناك روت او كيوبك روت للاكس بلس 1 اوفر 8. والشكل اللي انا جبته دوت ده كان مين؟ قال لي دي كانت اف نيجاتيف 1 اكس اللي هي كانت ايكوالز كيوبك روت لمين؟ للفراكشن اكس بلس 1 اوفر 8. اوكي يبقى الفكره بتاعتي الكونديشن لازم تكون 1 تو 1. السكند هعمل ريبليس وبعد كده اجيب الواي ان ترمز اوف اكس زي ما عملنا هنا كده، تمام؟ نمبر 3 في درسنا النهارده ايه هي البروبرتيز بتاعه او البروبرتيز بتوين الفانكشن والاف نيجاتيف 1. فاول بوينت بيقول لي الاف واف نيجاتيف 1 ار سيمتريك باوت ستريت لاين واي ايكوالز اكس. يعني ايه الكلام دوت؟ قال لي الكلام ده معناها ان لو هيبقى عندي بوينت موجوده في الفانكشن ده اسمها 2 1، يبقى البوينت دي موجوده هنا بس هبدل في الاوردر بير زي ما انت كنت بتقول الفكره بتاعته. خليت الواي مكان الاكس يبقى هتخلي الواي مكان الاكس والاكس مكان الواي يبقى بقت 1 و 2، تمام كده؟ طيب لو ادي تاني بشكل تاني زي ما انت شايف كده في الشيت اللي هي كانت اف 2 ادهاني كده كان بيقول لي كده بالشكل ده برضه اف 2 كان ايكوال 6، تمام كده؟ فانا اقدر اقول له اف نيجاتيف 1 هتبقى 6 ايكوالز 2 لان الشكل ده كان اوردر بير 2 6. فلما تيجي تقول لي اف نيجاتيف 1 يبقى المفروض اعكسها هتبقى 6 ومين؟ و 2، تمام كده يا شباب؟ طيب بيقول لك بوينت نمبر 2 if two curves are intersected in one point. لو الكيرف بتاع الفانكشن ده وبتاع الانفرس بتاعها انا عملت لهم ريبريزنتيشن في كوردينات
لازم التو كيربز دول هيقطعوا بعض ات ذا سيم بوينت. يعني ايه الكلام دوت؟ قال لي يعني تبقى 1 و1 تبقى 2 و2 تبقى 3 و3، يعني لازم الكوردينيت بتاع الاكس هو نفس الكوردينيت بتاع الواي. مين لو الجراف بتاعت الفانكشن والجراف بتاع اف نيجاتيف 1 قطعوا بعض في بوينت واحده لازم يطلعوا ذا سيم نمبر. اوكي تعالوا نبص في البوينت نمبر 3. البوينت نمبر 3 بيقول لي الدومين بتاع الاف هو الرينج بتاع اف نيجاتيف 1، والرينج بتاع الاف هو الدومين بتاع اف نيجاتيف 1. يعني مثلا لو سألني السؤال بعد ما جبت ده بيقول لي هات الدومين، طب هجيب الدومين بتاع ده ازاي؟ قال لي لا ما تجيبش الدومين ده، روح هات رينج ده. تمام كده؟ طب لو سألني انا عايز اجيب الرينج بتاع ده، قال لي خلاص لو انت عايز الرينج بتاع ده روح هات الدومين بتاع ده. تمام؟ يبقى البوينت نمبر 3 دومين الاف رينج الاف نيجاتيف 1، رينج الاف دومين اف نيجاتيف 1. بوينت نمبر 4 بيقول لي رجعني حاجه تاني اللي هي كانت كومبوزيشن فانكشن اللي هي اف كومبوزيشن جي، كانت ايكوالز الجي كومبوزيشن مين الاف، وكان الانسر بتاعهم لازم يطلع اكسبريشن في اكس باور مين 1. ده معناها ان الاف اند جي از ان انفرس فانكشن تو اذر. اوكي طب نبدا بالاكسرسايز بتاعها. اوكي يا شباب، هو بيقول لك اكسرسايز نمبر 2 بروف ذات ان الاف اند جي از انفرس فانكشن تو ذا اذر. طيب ده معناه مين؟ قال لي معناها ان انا اروح اقول له كده الاف كومبوزيشن الجي with respect to 2x equals الفيرز بتاع كانت الاف يبقى دي اللي هتنزل الاول 2x minus 3 واشيل الاكس دي واحط مكانها الفانكشن الثانيه، يبقى دي كانت ايكوالز مين؟ قال لي 2 as it is، اعمل براكت وحط جوه البراكت الاكس بلس 3 اوفر 2، بعد كده نزل نيجاتيف 3. اقدر اعمل سمبليفاي لدوت ال 2 هتروح مع 2 يبقى الباقي عندي اكس بلس 3 ماينس 3، يبقى الانسر بتاعي في الاخر كان ايكوالز اكس. يبقى كده بالنسبه لي الاول كونديشن. نروح نعمل الثانيه كمان ان كانت الجي كومبوزيشن الاف ويز ريسبكت تو اكس كان ايكوالز، هكتب الاول الجي اللي هي كانت فراكشن اكس بلس 3 اوفر 2، شيل دلوقتي الاكس دي واحط مكانها الفانكشن الثانيه، يبقى نقدر اقول له كده كانت ايكوالز، يبقى ايكوالز عملت الفراكشن شيل الاكس واحط مكانها 2x minus 3 بلس 3 اللي هي الثانيه اوفر 2، اعمل سمبليفاي و2x اوفر 2 هتبقى برضه ايكوالز مين؟ اكس. اقدر اقول كده الاف والجي كانت انفرس فانكشن تو ذا اذر. يلا شباب في اكسرسايز نمبر 3 كان بيقول لي كده اف الاف اند جي is inverse function to the other. هو already قال لي ان دي ودي كانت inverse function، يبقى انا اقدر اقول له كده في اول بوينت انا عارفه اذا كان دي ودي inverse function يبقى كانت الاف composition الجي او العكس طبعا زي ما انا عايز، بالنسبه لمين؟ الاكس كانت equals مين؟ expression كان اسمه اكس. تمام كده؟ هو بيقول لي find the value of a and b، انا عايز اجيب ال a كانت equals كام وال b equals كام. طيب تعالوا نطبق الست بتاعتنا هنا. قال انا هكتب الاول الفانكشن بتاعتي اللي هي كانت مين، هقول له كده ايكوالز 2x بلس الاي وشيل الاكس دي واحط مكانها الفانكشن الثانيه، فانا اقدر اقول له كده بقت 2 واعمل براكت اسمه دي اكس بلس 3 اقفل البراكت وبعد كده انزل ادي بلس مين بلس الاي، وكل الكلام ده كان اسمه اكسبريشن في اكس. فلما اعمل سمبليفاي للسايد ده هتبقى 2 بي اكس بلس مين 2 تايم 3 هتبقى 6 بلس الاي ايكوالز الاكسبريشن اللي موجود الناحيه الثانيه. قال لي ما هو ده كان في اكس وده برضه كان في مين؟ كان في اكس. فانا اقدر اقول له كده هو الكوفيشن بتاع الاكس هنا كان مين؟ قال لي كانت 1. الكوفيشن برضه بتاع الاكس اللي هنا كده كان اسمها 2 بي، فانا اقدر اقول له عشان الاكسبريشن ده ايكوالز الاكسبريشن ده فانا اقدر اقول له الكوفيشن بتاع الاكس هنا ايكوالز الكوفيشن بتاع الاكس هنا، يبقى انا اقدر اقول له 2 بي كانت ايكوالز 1، ومن هنا قدرت اجيب البي كانت ايكوالز 1 اوفر 2. بالنسبه بقى لمين؟ قال لي بالنسبه لمين اللي مع الاكس هنا؟ قال لي الاكس دي اعتبر ان هي كانت معاها 0، فانا اقدر اقول له ان ال 6 بلس اي ال 6 بلس اي كان ايكوالز برضه 0، ومنها اقدر اقول له الاي ايكوالز نيجاتيف 6، وبكده جبت الفاليو بتاع الاي والفاليو بتاع البي. طب انت عملت كده ليه؟ قال لي عشان انت قلت لي في الاول خالص ان ال f and j is inverse function to the other، يبقى ده معناه مين؟ قال لي معناه رحت كتبت ال f composition ال j او اعمل العكس هي هي. تمام كده وطلعت ال expression بتاعي، وانا كنت عارف ان ال composition ده لازم يكون equals x from first degree، وده اللي انا عملته. وبعد ما طلعت ال answer قلت له ال x equals x اللي هنا والباقي equals الباقي اللي موجود الناحيه الثانيه، فال composition بتاع ال x هنا كان 2b وال composition بتاع ال x هنا كانت 1، عملت ال equation ومنها طلعت ال b اللي كان مع الاكس كان 0 ما كانش معاه حاجه، فقلت له يبقى 6 بلس اي ايكوالز 0، ومن هنا كده نجيب الفاليو بتاع البي والاي. وبكده شباب خلصنا الليسون بتاع النهارده اللي هو ليسون نمبر 9 اللي هي كانت انفرس فانكشن، عرفنا الديفينيشن الكونديشن بتاعها.
وعرفنا اقدر اجيب انفيرس فانكشن او اف نيجاتيف 1 ازاي، وعرفنا البروبرتيز بتاعها اللي هم كانوا مين 4 بوينت اللي هي نفتكرهم بسرعه كده، ما تديني اوردر بير اقدر اعكسه عشان اجيب اف نيجاتيف 1. لما كنت بتقول لي ان تو كيرفز انترسكتد ات 1 بوينت يبقى لازم يطلعوا نفس الانسر، الكوردينيت بتاعت الاكس هي نفس الكوردينيت بتاعت الواي. البوينت نمبر 3 دومين ده هو رينج ده، رينج ده هو دومين دوت، تمام كده. وفي حاله الكومبوزيشن الاف كومبوزيشن الجي او الجي كومبوزيشن الاف كانت ايكوالز الاكس اور اكسبريشن ايكوالز في اكس فروم فيرست ديجري، تمام. وده اللي احنا قلناه النهارده، وبكده يبقى خلصنا الاسم بتاع النهارده. استنونا في نمبر 10 في الاجنده. السلام عليكم.